استمرار تظاهرات ذوي المهن الصحية في قضاء المسيب بمحافظة بابل طالبوا برفع مخصصات الخطورة والتأمين الصحي لهم. فنشاهد. ما نسميه إضراب، نسميه اعتصام أو وقفة احتجاجية للمطالبة بإرجاع حقوقنا المغتصبة، حقوقنا اللي ما بها أي سند قانوني، وأسوة بقية الوزارات. يعني بقية الوزارات خريجي المعاهد ما مسكنين، يصعدون، بينما المعاهد الصحية اللي هي مع بالنظر الاعتبار أنه هم سنتين تقويمية، خريج المعهد الصحي أو المعهد الطب الفني دراستهم سنتين تقويمية، يعني تعادل 3 سنوات، وحجب مخصصات الخطورة والتسكين ما بي أي سند قانوني. احنا اليوم إداريين ومنتسبين قطاعات شمال بابل للرعاية الصحية، احنا خرجنا اليوم اعتصام المطالبة بحقوقنا، الحقوق اللي احنا موجودة ما اعتقد إلنا لحد الآن، احنا أسوة ببقية الوزارات وبقية الدوائر إن لحد الآن ما وصلت إلنا. احنا المرضى والملامسين اللي ديجون إلنا، المرضى الحالات المرضى اللي ديجون إلنا لحد الآن احنا معرضين للخطر، حالنا حال الكوادر التمريضية والكوادر الصحية والكوادر الأطباء، والخطورة اللي موجودة إلهم هي ما موجودة إلنا. فشنو شنو 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 هذا الظلم اللي بحقنا احنا الكوادر الإدارية؟